كندير درت هنايا 4 ديال السلاسل، وكندير 4 سلاسل وحدين اخرين، وكنفوت هنا هاد العمود الاول الثاني الثالث الرابع، كندير غرزة حشو 4 ديال السلاسل، وكنجي لهنايا لهاد العمود الاخير كندير فيه غرزة حشو، كندير 3 سلاسل، وكندور الخدمة. هنا عندي التزايد، بنفتح نفس جوزة. هنا كنعمر الأعمدة، فاش كنت بديت هنايا هاد نص جوزة، كنت بديت من هنا وغادية، وكان نقص في داك نص جوزة، ودابا فتحت الجوزة في هاد 10 ديال الأعمدة. وما كما كتشوفوا معايا درت فيهم 4 ديال السلاسل الاولين التانيين التالتين، ولو عندي 3 ديال الأقواس هنايا ديال الفراغات. واللي كندير هادوك الفراغات، هاد الفراغ اللي هنا على اليمين كندير فيه 10 عمود كما كتشوفوا معايا، 10 ديال الأعمدة اللي غنعمر هاد الفراغ. هذا عندي 2 4 5 6 7 الأعمدة 8 9 10. اللي كندير 10 ديال الأعمدة كنجي لهاد الفراغ هذا اللي في الثاني كما كتشوفوا معايا، اللي في الوسط كندير فيه غرزة حشو، وكندير 4 ديال السلاسل، وكنجي هنا لهاد الفراغ هذا كندير غرزة حشو كما كتشوفوا معايا، وكنجي هنايا نفوت العمود عفوا الحبكة الاولى الثانية كنخدم فيها غرزة حشو، واحد السلسلة غرزة حشو، وكندور الخدمة كندير 4 ديال السلاسل، وكندور العمل بحال هكا. كندير هنا في هاد الفراغ هذا كندير فيه غرزة حشو 1 4 ديال السلاسل، وكنجي لهنايا لهاد 10 ديال الأعمدة كندير 1 2 3 3 في الأعمدة كندير غرزة حشو، وهداك العمود الثالث 4 ديال السلاسل، وكنحسب هنا العمود الاول الثاني الثالث الرابع كندير 1 غرزة حشو فوق هذاك العمود الرابع 1 2 3 4 عمود، وكنجي العمود الاخير كندير غرزة حشو في العمود الاخير، وكندير 3 ديال السلاسل، وكندور الخدمة، وكنجي هنا كنلوي الخيط على الكروشي، وكندير 10 ديال الأعمدة في هاد الفراغ هذا. نعمر هنايا 10 ديال الأعمدة ورجع معاكم. انا عمرت هنا في هاد الفراغ 10 ديال الأعمدة ودرت 4 ديال السلاسل، كنجي لهاد الفراغ هذا وكندير غرزة حشو، وكندير 4 ديال السلاسل، ونجي لهاد السلسلة هادي كندير غرزة حشو، وكنجي للحبيك كندير 2 ديال الغرز حشو في الحبيك سلسلة 2 3 4، كندور العمال على هكا، وكان نجي لهاد السلسلة الأولى كندير فيها غرزة حشو، وكنحسب 1 2 3 4 ديال السلاسل، وكنجي هنايا كندير غرزة حشو 1 2 3 4 ديال السلاسل، وكنجي هنايا 1 2 3 الثالث في الأعمدة كندير غرزة حشو 1 2 3 4 سلاسل 4 ديال السلاسل، وكنحسب الأعمدة اللي فوق هاد 10 ديال الأعمدة، كنحسب العمود الأول الثاني الثالث الرابع كندير غرزة حشو، كنحسب 1 2 3 4 سلاسل، وكنجي العمود الأخير كندير فيه غرزة حشو
ثلاثة سلسلة كندور بهم الخدمة، وكنجي هنايا لهاد العشرة دي هاد الفراغ هذا كندير فيه 10 ديال الأعمدة، عمود الأول ثاني ثالث، أنا نعمر هاد الأعمدة ونرجع معاكم. أنا خدمت هادوك 10 ديال الأعمدة وخدمت السلاسل وعاودت رجعت هنايا فين كاين واحد الفرق باش غاد نبدا يكون عندي التناقص في هاد النص جوزة. كندير واحد الربعة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الأعمدة اللي كان أربعة كنفوت أربعة ديال الرابع في الأعمدة، كندير واحد غرزة حشو على هكا غرزة حشو، ما كنكملش هنا حيت يبدا عندي التناقص. كندير ثلاثة سلسلة، ثلاثة سلسلة في الأول خيط على الكروشي، وكنعمر هنا في هاد الفراغ ديال ثلاثة سلسلة كنعمر 10 ديال الأعمدة. ما كتشوفوا معايا هنا في هاد الكمامة هادي بحال هكا، دابا بلي كنخدم هنايا كيولي عندي هنا هادي ما كنحسبهاش، هي اللي كندير فيها كنفتح فيها النص جوزة. نحسب هاد 10 ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة اللي كنخدم ولاو عندي ثلاثة ديال العشرة ديال الأعمدة، كيبدا عندي التناقص. دابا هذا هو اللي غنخدم معاكم دابا، تناقص في هاد نص جوزة كما كتشوفوا معايا. كنعمر 10 ديال الأعمدة، دابا مابقاش كنجي حتى لهنايا حتى لآخر عمود، صافي كنحسب 4 ديال الأعمدة كندير فيهم السلاسل وكنبدا كنعمر هكا 10 عمود. صافي هذه هي درسنا ديال اليوم. هاد الخدمه دابا غتبقى غير كتعاود، تشوفوا معايا كيفاش غنسد هاد نص كوزة. صافي والخدمه غتبقى كتعاود. انا خدمت في هاد الفراغ هذا 10 ديال الاعمده، وكنجي هنا لهاد 4 ديال السلاسل كندير واحد غرزة حشو 4 ديال السلاسل، والفراغ اللي حداه غرزة حشو 4 ديال السلاسل، والفراغ اللي حداه غرزة حشو، وكنجي للحبيك نفوت الحبكة الاولى الثانية سلسلة غرزة حشو 4 ديال السلاسل، وكندور الخدمة. كنجي هنايا كندير غرزة حشو 4 سلسلة غرزة حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال السلاسل، وكنحسب هاد الأعمدة العمود الأول الثاني الثالث الرابع، كندير غرزة حشو فوق هداك العمود الرابع. مابقيش كنجي بالسلاسل حتى لهنا، كنرجع كما كتشوفوا معايا التناقص في نص جوزة. ثلاثة سلسلة وكنعمر هنايا أعمدة، نعمر هاد 10 ديال الأعمدة ونرجع معاكم. عمرت في هاد الفراغ 10 ديال الأعمدة، وهاد السلسلة هادي كندير نخدم فيها واحد غرزة حشو، وكندير 4 ديال السلاسل وغرزة حشو في هذا الفراغ هذا، وكنجي للحبيك نفوت الحبكة الاولى الثانية ندير فيها غرزة حشو، ونخدم في الحبكة الثانية واحد غرزة حشو، وكندير 4 ديال السلاسل، وكندور الخدمة. كنجي لهذا الفراغ هذا كندير غرزة حشو، وكندير 4 ديال السلاسل، وكنفوت العمود الاول الثاني الثالث الرابع، كندير غرزة حشو 3 سلسلة، وكندور الخدمة. كل ول خيط على الكروشي وكنعمر في هذا الفراغ 10 عمود.
انا خدمت هنايا 10 ديال الاعمده، بقاو عندي هاد السلاسل، كندير واحد غرزة حشو، وكنجي هنايا للحبيك كنخدم جوج ديال الغرز حشو فوق كل حبكه، بحال هكا كندير 4 ديال السلاسل وكندور الخدمه. هنايا راني سديت هاد نفس الكوزه كما كتشوفوا معايا، دابا بنفتح نفس كوزه واحده اخرى كما شفتوا معايا هنايا. هاد 10 ديال الاعمده غندير فوق منهم 10 ديال السلاسل، صافي. دابا الخدمه كتبقى كتعاود، هنايا عاد نخدم 4 ديال السلاسل، خدمت 4 ديال السلاسل، نفوت العمود الاول الثاني الثالث كندير فوق منه غرزة حشو، كندير 4 ديال السلاسل، وكنفوت العمود الاول الثاني الثالث الرابع غرزة حشو، 1 2 3 4 كندير هنايا في العمود الاخير غرزة حشو وثلاثة ديال السلاسل، وكندور الخدمة هكا. دابا بنبدا نحل سميتو جوزة، نفس جوزة واحدة اخرى كما شفتو معايا هنايا، كنتم غادية هكا هنايا لهاد الاتجاه هذا اللي على اليمين، وبلي كنبغي نسد هاد نفس جوزة كنبدا عندي التناقص هنايا على اليسار. هنايا دابا الخدمة كتبقى كتعاود، شوفو معايا هاد نفس جوزة ديال الموديل الاسباني، وهنايا ان شاء الله حتى نكمل الدوره ديالك ماما، وتشوفوا معايا هنا كيفاش كان نجمع هنا كيفاش كنخيط، والخياطه ما كتجيش باينه، كنسالي بنفس جوزه بحال هاد اللي شفتوا معايا هنايا، هذا بحال نفس جوزه وكنسالي بنفس جوزه من هنايا الدوره كاع اللي كندور لك ماما نخدمها، كنحاول نسالي على نفس جوزه باش نلاقيها هنا كتولي جوزه هنايا، ما كيجيش واحد الفرق. نتلاقى معكم ان شاء الله في الجزء الثالث اللي نسالي لكم يما تشوفوا معايا كيفاش كنخيط هاد سميتو. نتمنى هاد الموديل يعجبكم، ديروا جيم وديروا ابوني وشاركوا في القناه، لكن نتو جدد شاركوا في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.